الاهلي. وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي اعلن عن التعاقد مع البولنديه ليليانا، ده طبعا لتدعيم صفوف الفريق الاول لكره السله خلال الموسم الجاري. واكد العوضي انتهاء اجراءات التعاقد مع ليليانا بعد ان اجتازت الكشف الطبي، وذلك في اطار خطه تدعيم صفوف كافه الفرق بالنادي الاهلي بالعناصر المميزه للمنافسه على جميع البطولات. واوضح ان التعاقد مع اللاعبه جاء طبعا بناء على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة كابتن طارق خيري، وفي إطار تدعيم بأفضل العناصر من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة. يمكن ده هنا اللي بيميز النادي عندنا، لأن كابتن خالد العوضي دايما متابع، دايما بيشوف، مش قصة بس لما بيبقى فيه مشكلة مثلا في صفوف الفرق المختلفة للرياضات المختلفة عندنا، لا هو دايما بيبقى حريص على التطوير. وفكرة ان انت برضو يا كريم تجيب بعض الخبرات الاجنبية لفرق مختلفة ده برضو بيفيد بشكل كبير جدا. فبجد كل الاحترام، هنرجع نقول تاني كابتن خالد العوضي دايما عينه على الفرق المختلفة والالعاب المختلفة في النادي الاهلي، ويمكن ده سر النجاح اللي احنا واصلين له في الالعاب الاخرى فعلا. حقيقي مظبوط يا نهاوند. وكمان عايزة اكد انه اي لاعب بيجي وبينتمي للنادي الاهلي يمكن شخصيته بتتأقلم بسرعة جدا على شخصية النادي الاهلي. شفناها مظبوط. خلينا نكمل اخبارنا طبعا.